دقيقة مع أش سيكا. اليوم بغينا نهضروا على واحد الموضوع اللي مهم جدا وهو اللي كيشكل الخصوصية ديال شهر رمضان وهو الصوم عند المرأة الحامل. العديد من السيدات كيطرحوا لنا السؤال واش يمكن لي نصوم أو لا ما نصومش أنا حامل. اللي خصنا نعرفوه هو أنه الحمل في حد ذاته ما كيمنعش الصوم ولكن بشروط. هاد الشروط خصنا نشوفوها مع الطبيب المعالج ديالنا. علاش؟ باش نحدو السيدات اللي ما خصهمش يصوموا اصلا، اللي هما السيدات مثلا اللي عندهم ضغط دموي، ارتفاع في الضغط الدموي مثلا، عندهم داء سكري اللي ما توازنش، او لا مثلا عندهم القيء اللي كنعرفوه ديال الوحم ديال الاشهر الاولى ديال الحمل، او لا مثلا فاش كيكون السيده عندها واحد الانيمي او لا ما يسمى بفقر الدم الحاد. لذلك فهاد الاستشاره الطبيه ضروريه قبل ما نقروا واش السيده يمكن لها تصوم او لا. هنالك واحد سؤال كيطرحوا عندنا السيدات بزاف، هو التاثير ديال الصوم على صحه الجنين. كنحاولوا ما امكن ان نطمئنوا السيدات على انه الجنين لا يتاثر بالصوم، هادشي في الحالات العاديه خارج الحالات اللي ذكرنا سابقا، وانه هناك واحد العضو اللي سميته المشيمه، هذاك العضو اللي كيخلي الجنين يتغذى بطريقه عاديه لانه يحتوي على المواد اللازمه للتغذيه ديالو من فيتامينات من بروتينات، يعني ما كاينش شي تاثير ديال الصوم على صحة الجنين.